التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا تستمر، ولكن وصلنا إلى شوط الختام ينطلق ويسير بحفظ من الله تعالى ورعاية سائلين المولى عز وجل. التوفيق والسداد والنجاح لجميع الأسماء المشاركة والمنطلقة في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، يسير شوطنا 18 وهو شوط الختام في هذه الأمسية التراثية الجميلة من إحدى أمسيات ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. مباشرة نسير ونذهب نحو الصدارة والمركز الأول، من تاتي مع البداية مروحة، سالم بن علي بن فهيد الزبدان المري، من يقدم لنا أيضا مروحة في هذا الانطلاق المتميز، يبحث عن النقطة الثانية في هذا المساء المتميز والجميل. بينما متابع المركز الثاني، من تصل هنا للاتحادية مع ثاني التحديات، سالم بن عبد الله بن جار الله الناوت المري، من يصل مع ثاني التحديات. المركز الثالث، أتابع الوصول والقدوم مشاهد الكرام من شواهين محمد بن صالح بن حمد آل نابت المري. بينما المركز الرابع، أرى المركز الرابع والقدوم والوصول هناك من اللي واصله مع رابع التحديات أسباب، عنتر بن توين بن كردي المنخس المري. وخامس التحديات، من تصل مع المركز الخامس يصل شعار الزعبي، مقدما لنا أيضا هذا الانطلاق شقا، من تصل علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي، من يصل مقدما لنا شقا. ولكن هناك ميمنة الميدان، دخول أيضا مشاهدين الكرام وقدوم من شعار بن مهيرة، أو عفوا هنا اللي قادم وواصل في هذا الانطلاق المتميز، تصل هم سالم بن حمد بن علي بن هران المري. والمركز الرابع، على الوصول القدوم أيضا والانطلاق من وهاجة عبد الله بن محسن بن سليم بن بخيت الخوار، من يصل في هذا الانطلاق المتميز والجميل. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع شعار الزبداني، من انطلق هناك مع مروحة، مروحة مع المركز الأول، من تريد أن تروح بالسلامات وتروح بالنواميس في هذا المساء المتميز. يا سلام يا مروحة، سالم بن علي بن فهيد الزبدان المري، من يقدم لنا مروحة. بينما أتابع المركز الثاني، وصول من الاتحادية سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري، من يصل مقدما لنا انطلاقة الاتحادية مع ثاني التحديات. المركز الثالث، أرى قدوم ووصول مع المركز الثالث مشاهدين الكرام اللي واصله متقدم أنا هم سالم بن حمد بن علي بن هران المري. والمركز الرابع، من ميمنة الميدان، من تتقدم هناك أيضا مودة راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري، من يصل مقدما لنا هذا الانطلاق المتميز. خامس التحديات، الوصول والقدوم من أسباب، عنتر بن توين بن كردي آل منخس المري، من يصل في هذا الانطلاق المتميز والجميل. ولكن الله يا سلام، البداية والصدارة عندك يا الزبداني يلي تقدم لنا مروحة في هذا الانطلاق المتميز والجميل والأداء الرائع والأميز في هذا المسار المتميز، مسار شوط الختام. مروحة مروحة في الكادر العلوي، هناك الحال مروحة، سالم بن علي بن فهيد آل زبدان المري يبحث عن النقطة الثانية في هذا المساء. يا سلام، بينما أتابع المركز الثاني، المركز الثاني من تتقدم هنا مع ثاني التحديات مودة راشد بن بطي بن محمد الحسنة المري. والمركز الثالث، وصول وقدوم مشاهدين الكرام وانطلاق من هم سالم بن حمد بن علي بن هران المري. والمركز الرابع، أرى اللي قادم وواصل في هذا الانطلاق شعار المنخس، من يقدم لنا انطلاقة أسباب، عنتر بن توين بن كردي آل منخس المري. المركز الخامس، الاتحادية، من تصل للاتحادية بشعار أيضا سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري، تأتي على ثاني التحديات في هذه اللحظات، تغير في هذا الانطلاق. ولكن الله
هي مروحة تدشن أجواء الكيلو متر الأخير. مروحة روحت أيضا بالكاميرات وروحت بالجماهير. مروحة مع البداية بشعار الزبداني سالم بن علي بن فهيد آل زبدان المري، من يقدم لنا مروحة في هذا الانطلاق المتميز والجميل والعرض المسائي الجميل. المركز الثاني الاتحادية سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت أيضا قادم على ذاني التحديات، ولكن مروحة وعصاها في الابطان. يا سلام، بدون أوامر ولا شبه أوامر، ركب تلقائي ودفع ذاتي، تقدم هذا العرض المتميز، تقدم هذا العرض الجميل. أيضا هنا تقدم وتستعرض أمام جماهيرها ومحبين هذا الشعار. يا سلام يا مروحة سالم بن علي بن فهيد آل زبدان المري، روحت بالنواميس إلى عزبة الزبداني، إلى عزبة الزبداني مع شوط الختام، مع شوط الختام تقدم لنا هذا الأداء المتميز والجميل. بنقول سلام يا الزبداني، سلام يا الزبداني، أسعد الله مساك. والنقطة الثانية لهذا الشعار في هذا المساء، بدون أوامر ولا شبه أوامر، 200 متر النهائية. الله يا مروحة، سلام مروحة الزبداني على هذا الأداء. هنيالك الناموس، هنيالك الانتصار، ومشكور وسلمت يمينك على هذا الأداء المتميز والجميل. واسعد الله مساكم جماهير مروحة، تحتفل بناموس مروحة، اسعد الله مساك على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني، يا سلام، التوقيت الزمني يتحطم تحت اخفاف مروحة. سلام على هذا الأداء المتميز والجميل. المركز الثاني الاتحادية سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري. المركز الثالث وصلت مع ثالث التحديات مشاهدينا الكرام انفرع علي عبد الله بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي. والمركز الرابع وصلت مع المركز الرابع تشريف سالم بن صالح بن سالم أبو الزمات المري. والمركز الخامس كان الوصول من شقاء علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل تابعنا شوط الختام، ولكن مروحة كانت هي العلامة الفارقة في هذا المساء، مسجلة افضل توقيت زمني يتسجل في هذه الفترة المسائية المتميزة على مسار 18 شوط كان حاضرا في هذا المساء. ولكن مروحة التوقيت الزمني 5:53 93 جزء من الثانية. يا سلام على هذه التوقيت المتميز والجميل، مشكور يا الزبداني على هذا التميز في هذا المساء والعصا في الابطان بدون اوامر. بالفعل المركز الثاني وصلت الاتحادية مقدمة لنا ايضا عرض متميز والجميل بشعار سالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري 6:59 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن عبد الله بن جار الله آل نابت المري على هذا الفوز. بينما المركز الثالث وصلت انفرع علي عبد الله بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي 6:03:55 جزء من الثانية. هو توقيت انفرع ايضا مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل عشاق الاصالة والتراث، متابعين قناة الريان الفضائية الناقلة لانطلاقات ووقائع